مارسيلو يغير اتجاه لاعب دي ماريا في مكان مثالي. دي ماريا واحد على واحد، محاولة مرور، دي ماريا يمر يلعب كورة. جدا للميرينجي، هدف جميل ما لم يفعله رونالدو يفعله دي ماريا. شوف اللقطة، واحد على واحد، هنا يمر، هنا بالقدم اليسرى يضرب، يسجل، يصل لسباك الخفافيش، يسجل للميرينجي الريال هدف. فالنسيا لا شيء، الخطر في الريال يأتي من كل مكان. هنالك رونالدو لا يصيب الأهداف في هذه اللقطة. دي ماريا أصابهم، دي ماريا قتلهم، دي ماريا ضرب شباكهم، والريال هدف. النجم الأرجنتيني فورمة ممتازة، نعم التانجو الأرجنتيني في أفضل فتراته على الإطلاق. ماتيو يتحرك الأمام، لمسة على جهة اليسار، بيرنات، فالنسيا على مستوى الهجوم يحاول مع هذه اللقطة الجميلة الخطيرة، كرة عرضية جميلة، هدف التعادل. نعم فعلها اللوتشي، جميلة جميلة. فالنسيا يعود، فالنسيا لا يريد الخسارة. شوفوا اللقطة الرائعة، عرضية جميلة، كرة بالراس، الله على اللقطة، الله على بابلو، الله على بياتي، الله على الخفافيش. يصلون، يسجلون، يتعادلون، لم يخسروا بعد، لم يستسلموا بعد. لقطة منتهى الروعة، وهدف يجعل الأجواء ملتهبة في المستايا. الله على هذا السيناريو. نعم نعم، فالنسيا اليوم يريدون تسديد الكثير من الديون. أمام فرصة متاحة مع الدقيقة 39، ريال مدريد يسعى لهدف ثاني. انهاء الشوط الأول بهدفين، التقدم مرة أخرى على فالنسيا. المحاولة مع هذه الكرة من جانب دي ماريا، كرة عرضية خطيرة بالرأس، كريستيانو. الله يا رونالدو، الرأس من ذهب، القدم من ذهب، هو منجم من ذهب. جميلة من رونالدو، روعة يا كريستيانو. هدف ثاني للريال، أراد أن يتقدم ريال مدريد عن طريق رونالدو بأمر من رونالدو. نعم فعلها كريستيانو، رأسية جميلة، هدف في منتهى الروعة، لا يمكن أن يمر. آخر مبارياته، وأن تمر آخر مباريات العام 2013 وأنا أنظر إليها دون أن أسجل. نعم كريستيانو سجل من كرة رأسية في منتهى الروعة. لاحظوا الإشارة، أو في هذه اللقطة كان الشك على رونالدو، هل كان متسللا ام لا؟ كان ليس اللاعب القادم في تشكيله فالنسيا على حساب فيدي، ثم على انتظار ركنيه الان لمصلحة فريق فالنسيا. كره عرضيه جميله بالراس، جول، فعلها ماتيو، تعادل لفالنسيا. الله على الفرنسي، الله على الرأس الأشقر. شوف اللقطة مرة أخرى، ارتقاء بالرأس، جميلة جميلة. يتعادل الخفافيش، يعودون، يسجلون مرة أخرى، يتعادلون مرة أخرى. هدف من جانب ماتيو، ترك مرماه لوبيز لتلدغ شباكة من رأسية الأشقر الفرنسي الطويل. ماتيو، ماتيو، لوكا مودريتش، مودريتش يلعب كرة جميلة، وخسي بكرة. الله يا ميرينجي، نعم نعم، هدف
الطفل الملكي. من قال أنهم تعثروا؟ من قال أنهم توقفوا؟ قطارهم سريع، انطلاقتهم سريعة، وخزي عمر الفارق. الله على لمسة، الله على مودريتش. شوف اللمسة، شوف الموسيقار، شوف السحر من مودريتش، جميلة جدا. وكرة بعد ذلك منتهى الروعة. ريال مدريد قلب الطاولة، ريال مدريد تقدم، ريال مدريد اقترب من فوز ثمين جدا يعني له الكثير. نعم هذه المباريات صراحة لها تأثيرها على الليغا يا كارلو. هذا الفوز